الآن يا أخواننا غير العقيدة ربنا ذكرها في القرآن وربنا رد عليها، وإن ديننا محرم علينا مشاركة هؤلاء في هذا الباطل. دينهم الآن القاعد الموجود الآن ده ما الدين النزل به عيسى عليه السلام، كلام باطل وكلام ذاته كفر وتناقض وكلام عجيب ذاته، عرفته؟ وهو ذاته محرف بشهادته بهم ذاته وآيات قاعدة في الإنجيل. بعدين ذاتهم النصارى طوائف، في طوائف عندهم الإنجيل كم 60 تقريبا، كم 60 سفر زي الجزء عندنا، وفي طوائف بيزيد ب20، وفي طوائف بيقولوا لا الأصل الناقص وديلك زايدات، وفي ناس بيقولوا لا ده أصلي زايد لكن نقص منه، وهكذا. طيب هنا عندهم ده كتاب ذات، الكتاب ده كتاب ده قصته كان في أسبوع المهندس في جامعة السودان الجنوبي 2009، كان في أسبوع قالوا بتاع مهندس ومنظمينه الجبهجية. طبعا الجبهجية ما بهمهم إنه يعني إنه يكون دينك الدين الحق أو يقدموا لك دين يدخلك الجنة، والله بهمهم إنه كومهم يبقى كبير. ممكن تبقى يهودي جبهجي لو آمنت بمنهجهم عادي ما في مشكلة، وممكن تبقى نصراني جبهجي كوزو نصراني زي الأب فيليو ساوس فرج كاهن كنيسة الشهيدين، ده كوز بالمناسبة، مش جابوا لك يوم التوقيع ده جابوا قاعد قدام صليب كبير، صح؟ ده كوز، ديلك ما عارفين الحاصل، ده كوز كيزان ديل، في كوز صيني وفي كوز، والله والله أكلمك النصيحة. مرة إحنا شغالين في الجامعة وجاء واحد صيني زاير وخش في المنبر حقنا ويتكلم معه بالانجليزي وكده، اخونا شيخ ابو بكر، بعد شويه الكيزان شغالين جنبنا مشى طلع فوق والله في منبر الكيزان قال تكبير هي لله، كوز صيني والله الذي لا اله غير، عرفتها؟ فدي الناس متلونين، وزمان كان عندهم ناس اوغستين ارينو وما اعرف ليك اروكتون اروك، ديل كلهم حركه اسلاميه ونصراني عادي عندهم، وجابوهم الجبهجيه 2004 في جامعة أم درمان الإسلامية في 17 رمضان في ذكرى الاحتفال بغزوة بدر الكبرى. طبعا الذكرى ذاتها بدعة، لكن جابوهم للطلبة في الجامعة القديمة في الداخلية القديمة 2004 الاتحاد بتاع الجبهجية، وأدوه كلمة لطلاب جامعة أم درمان الإسلامية بمناسبة غزوة بدر الكبرى، وهي كانت ضد نوعية ذاته، نوعية ناس فيليو ذاته، لكن طبعا بيجيبوا لأنه من 100 المؤسسين للمؤتمر الوطني، دي معلومة لابد الناس يعرفوها، الناس ما فاهمة حاجة، ديل ذاتهم مؤتمر وطني، فهمت؟ النصارى ديل ذاتهم ناس فيليو ديل. المهم جو عملوا برنامجهم ده هناك وخشينا ناقشناهم، ومعهم كان كوز بعامل فوق بناقش، والكوز اتعصر، النصراني عصر الكوز والله، كوز شعبي، والآن عامل فوق عضو لحاجة كده اسمها الإحياء والتجديد ولا شنو في النت. المهم النصراني ده عصر والله بالشهادة، وبعد ذاك لما خشيت أناقش وجبت له النقاط العظم إنه أنتوا قلتوا عيسى هو الله، مسكناه في التوحيد لأنه دي أقوى نقطة، فمسكناه في الموضوع ده اتعصر عصرة شديدة، فقام عشان يطردني ومعايا شباب أداني هذا النسخة دي ذاتها القاعدة في يدي دي الآن، أداني لها الود ذاك وقال لي خلاص أمرك، قلت له وما قصرته، فشلناه وكشفناه بها. والاتحاد سبحان الله، الاتحاد بتاع الجبهجية في أنا لسه ما خشيت لك أصبر لي بس عرفتها، الاتحاد بتاع الجبهجية في جامعة السودان جايبين واحد فلسطيني كوز فلسطيني والله، عرفتها؟ قام يتكلم، بعد شوية جاء الأب فيليوس أوس فرج خاش قال يا أخواننا طبعا إذا حضر الماء بطل التيمم، والله قلت له أنت ما طهارة أبدا أصلا ذاته، ورفعنا يدينا دارين فرصة عشان نناقش الكيزان ابو يدونا زوغوا الشغله. المهم فالحمد لله مرقنا بالشغله دي، فربنا جعل لي خير عشان نكشف بها النصارى. الكتاب ده اديتوني له وانتم 2009 جامعه السودان. طيب هنا اول حاجه انا بمسك لك نقطه، النقطه الاولى انه كتابهم ده محرف بالايات اللي فيه اول حاجه، وباعتراف الناس اتبعوا. طيب هنا في نبوءه ارمياء الإصحاح 8 العدد 8، العدد يعني زي الآية عندنا، قال
كيف تقولون، وده فيه انه بيزم بني اسرائيل ذاته. قال كيف تقولون، قالوا ده القران بتاعهم يعني او ده الانجيل حقهم، قالوا كيف تقولون نحن حكماء وشريعه الرب معنا، ان قلم الكتبه الكاذب لقد حولها الى الكذب. قالوا كيف تقولوا نحن حكماء وانه دي شريعه الرب وانه قلم الكتبه اللي كتبوا الكتاب المحرف حقهم حولها الى الكذب؟ يعني دي شنو؟ كذب. دي كذب باعتراف شنو؟ باعتراف انجيلهم ذاته. هذا ليلى والمال ما داير بتاع تلفزيون السودان ابصل عليه اسمه رشيد سعيد، لو ما مصدق تعال عرفتها تعال اقرا ذاتك. العدد 8. طيب قال لذلك اعطى نساءهم للاخرين وحقولهم للوارثين لانهم جميعا من صغيرهم الى كبيرهم يحرصون على السحت، وهم جميعا من النبي الى الكاهن ياتون الزور. اسي ده كلام الله؟ اسي لاقاكم في القران في نبي ما مكرم في القران، ها في نبي فيه مطعم في القران؟ فده ممكن يكون كلام الله كيف؟ طيب لغايه ما قال سأبيدهم اباده، يقول الرب، قال الرب قال كده انه حيبيدهم كلهم، لا عنب في الجفنه ولا تين في التينه قد سقط الورق واجعل عليهم من يدوسهم. عرفتها؟ وبعدين ما تزعلوا لما نقول لك ان احنا بندوسهم بالكتاب والسنه، ما تزعل، وبراو قال كده. طيب هنا بيعترف في البدايه، وطبعا الكتاب ده اجتمعوا له علماء النصارى حتى طبعوه. عرفتها؟ ديل الناس الطابعين. قال كثير من علامات التقدم تظهر في روايات هذا الكتاب وشرائعه. علامات التقدم يعني التحريف، والكلام حيظهر لك واضح. قال مما حمل المفسرين من كاثوليك وغيرهم، ده طبعا بتاع كاثوليك ناس فيليوس أصفرج وفي بروتستان وفي أرثوذكس، المهم قال وغيرهم على التنقيب عن أصل الأسفار الخمسة الأدبي، فما من عالم كاثوليكي في عصرنا يعتقد أن موسى ذاته قد كتب كل البانتاتيك، البانتاتيك يعني التوراة، منذ قصة الخلق إلى قصة موته، كما أنه لا يكفي أن يقال إن موسى أشرف على وضع النص الملهم الذي دونه كتب عديدون في غضون 40 سنة، بل يجب القول من لجنة الكتاب المقدس البابوية سنة 1948 أنه يوجد ازدياد تدريجي في الشرائع الموسوية. في شنو؟ في ازدياد تدريجي. قال سببته مناسبات العصور التالية الاجتماعية والدينية، تقدم يظهر أيضا في الروايات التاريخية. يعني قال ذات الكتاب ده شنو؟ كله في كل عصر بيحصل فيه شنو؟ ازدياد تدريجي، بازدياد أنا ما بعرف متوالية هندسية ولا عددية، المهم بيزيد. ده كلامهم هم، ده باعترافهم هم، تجي تفتح لهم وتقول لهم لا قولوا دينكم وأي حاجة بقولوها ذاته. طيب من الكلام العجيب الموجود هنا، طبعا في كلام يعني شين جدا، قالوا إنه الرب سبحانه وتعالى، الرب سبحانه وتعالى قالوا بيتصارع مع يعقوب هنا في سفر التكوين الإصحاح 32 العدد 24 إلى العدد 31، إنه قال يعني يعقوب مشى بعيد، قال والرب جاء وأدى النبوة لأخوه، ويعقوب لما انجلق أخوه أدى النبوة، وقال تصارع مع الله لغاية ما قال له الله تديني النبوة، وقال خلع حق وركي، وقال لي بعد ذاك ما بديك وبديك، يتصارع معه في النهاية الله قال الدواء. معقول يكون ده دين؟ ده يكون دين ده؟ فكيف تحتفل مع الناس دي؟ كيف الزول يمرق معاهم؟ حتى لو زول يعني غرقان في الغنى والمعاصي وبس بيمشي للمحلات ديك للحرام، تمشي في اليوم ده ليه؟ ليه لا تمشي في اليوم ده؟ وليه تحتفل معاهم ذاته؟ طيب دي من العقائد. من العقائد برضو انه بيزعموا ويتهموا الانبياء وحاشاهم عليهم الصلاه والسلام انهم بيزنوا. هنا هذا اللي قاعد موجود في سفر التكوين برضو، هذا اللي عرفتها ورا هنا، وانا داير اقرا منه عشان الكلام الموثق ده يمشي للعلمانين وغير العلمانين، عشان تعرف انه
الناس ديل دمادي انت شاركهم فوق، وانت بعد ذاك احنا بلغناك وانت تشيل شيلتك مع ربك سبحانه وتعالى. قال وصعد لوط، يعني لوط عليه السلام، من صوعر واقام في الجبل هو وابنتاه معه، اذ خاف ان يقيم في صوعر فاقام في المغاره هو وابنتاه. طبعا كلام ذاته لا بتفهم اوله من لا من اخر، لانه ما كلام الله. طيب قال فقالت الكبرى للصغرى ان ابانا قد شاخ، بقى كبير يعني، وليس في الارض رجل يدخل علينا على عاده اهل الارض كلها، تعالي تعالي نسقي ابانا خمرا ونضاجعه ونقيم من ابينا نسلا. قال فسقتا اباهما خمرا تلك الليله، وجاءت الكبرى فضاجعت اباها ولم يعلم بنيامها ولا قيامها. يعني شرب الخمر وقع في الزنا، وزنا منه زنا بناته، اعوذ بالله، حاشاه عليه الصلاه والسلام. قال فلما كانت الغد قالت الكبرى للصغرى ها انا ذا ضاجعت امس ابي او امس ابي فلنسقي خمرا الليله ايضا، وتعالي انت فضاجعيه لنقيم من ابينا نسلا. فسقتا اباهما خمرا تلك الليله ايضا، وقامت الصغرى فضاجعته ولم يعلم بنيامها ولا قيامها، فحملت ابنة لوط من ابيهما. شوف الكفر والالحاد ده كيف. طيب قال وولدت الكبرى ابنا وسمته مؤاب، وهو ابو المؤابين الى اليوم. والصغرى ايضا ولدت ابنا وسمته بن عمي، وهو ابو بني عمون الى اليوم. فدي يا اخواننا دي عقيده من العقائد، برضو من العقائد الباطله الموجوده في هذا الكتاب، وكلام فاحش فاحش شديد. عندهم حاجه اسمها سفر نشيد الانشاد، كده يا زول امسك المايك ده. قال لك سفر نشيد الانشاد ده ما بيقراه اي زول، قال لا يقراه الا خاصه المؤمنين. كده دقيقه نفتحه لك. نشيد الانشاد كلام عجيب ذاته، تتحير انه كلام زي ده يبقى كلام الله كيف. وبعد ده يجيك واحد يقول لك لا نحن لابد نحتفل مع الناس ديل. طيب سفر الملوك، وكلام الكلام ده اخواننا مكرر في كم مكان بالمناسبة، مكرر في كم مكان. انا بس لانه عندي موضع بتاع شاهد عاوز انقله للناس في سفري نشيد الانشاد ده، سفر التثنية. وعندهم سفر اسمه حزقيال، ده برضه فيه مشاكل كثيرة. بل فيه تصوير للزنا، وده بينسب إلى الرب سبحانه وتعالى وتقدس. ده سفر نشيد الأنشاد. طيب. قال لك قال لك إن السفر يعود إلى عهد متأخر دون ريب، على الرغم من بعض التلميحات إلى سليمان، نستخلص ذلك من لغته ومفرداته التي تتخللها أو تتخللها كلمات إيرانية، فقد يكون من الجيل الرابع. يعني هم ذاتهم ما متأكدين في إنه ده كلام ربنا ولا كلام منه ذاته. قال لا يقرأ نشيد الأنشاد إلا القليل من المؤمنين، لأنه لا يلائمهم كثيرا. ما أنت لو ما نصراني نجيط ما بتقدر على الشغل ده، عرفتها؟ طيب وفيه طبعا كلام يا أخواننا كلام فاحش، منها بيقول قال ده الفصل الرابع كلها كده. الفصل الرابع بيقول جميلة أنت يا حبيبتي، ده يتخيل ده كتابهم
وواحد يقول لك ماشي احتفل معهم، تحتفل معهم على سجم سجمك. قال جميلة أنت يا خليلتي، جميلة أنت وعيناك كحمامتين من وراء نقابك. طبعا النصارى عندهم النقاب بالمناسبة، لكن ما شغالين به زي جماعتنا البيجاي ديل كده، ده موضوع تاني. قال وشعرك، شوف الزول ده بدأ يوصي فوق من فوق. قال وشعرك كقطيع معز يبدو من جبل جلعاد. قال أسنانك كقطيع مجزوز قد طلع من الاغتسال، كل واحدة منه متئم وما فيه عاقر. شفتاك كصمت من القرمز ونطقك عذب. خداك كفلفلة رمانة من وراء نقابك. عنقك كبرج داود المبني للسلاح الذي علق فيه ألف مجن جميع تروس الجبابرة. ثدياك كخشفي ظبية توأمين يرعيان بين السوسن. وأنا ما بقدر أمشي لي قدام، عرفتها؟ فده ده 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 الدين بتاعهم. ولو ما مصدق تعال اقرأ، تعال اقرأ، عرفتها؟ قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. احنا عندنا دليل، ما بنتكلم ساكت. النبي صلى الله عليه وسلم ناظر النصارى في المسجد النبوي، عرفتها؟ عشان ما في واحد برضو كمان يلعب عليك. فديل يا أخواننا ما بجوز إنه الإنسان يمشي يحتفل معاهم أو يعينهم أو يساعدهم أو ينصرهم أو يقف معهم. ربنا قال وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، أي عظمه تعظيما. وأصلا الدين مبني على التعظيم. عشان كده يا أخواننا أن إحنا النصارى ديل بندعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، والسبب الورطهم في الكلام ده كله هو الغلو، وهو مجاوزة الحد الشرعي في محبة الصالح. الصالح حبه لكن ما تتجاوز به الحد الشرعي. فلما تجاوزوا الحد الشرعي في محبة الصالحين وصل بهم إلى عبادة عيسى عليه السلام. نحن الليلة عندنا ناس ما صالحين ذاته، بل هم من أفسق الناس، بل هم من أشد الناس كفرا وإلحادا وفجورا. ناس بيعبدون مع الله. البرعي يقول ألا يا رجال الغيب أنتم حصوننا، فما زال مسبولا على الناس ستركم، أيلحقني ضيم وأنتم حمايتي، وألهث عطشانا وقد فاض بحركم، فحاشا وحاشا أن تضيع عيالكم، وأنتم عيال الله والأمر أمركم، إذا شئتم شاء الإله، وأنكم تشاءون ما قد شاء لله دركم. شكد النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وزي ما قال أحمد التجاني، قال النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا يقظة لا مناما. ده أحمد التجاني الكذاب. الليلة كم بشر تجاني، كم بشر. قال 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 الداو صلاة الفاتح لما أغلق. قال بعد فترة في كتاب اسمه جواهر المعاني، قاعد عندي منه نسختين، نسخة من دار العلوم في أم درمان هناك شرق الجامعة الكبير أم درمان، ونسخة من الدار السودانية للكتب، عرفتها؟ قال إنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم أداه صلاة الفاتح. قال في البداية ما اشتغل بها كويس، بقى شغال بذكر تاني. قال تاني لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال له خليت صلاة الفاتح مالك؟ قال فأخبرني أن المرة الواحدة منها من صلاة الفاتح تعدل قراءة القرآن 6 مرات، أو تعدل القرآن 6 مرات. قال بعد ذاك تاني قال سألته زيادة، قال تعادل القرآن 6000 مرة وكل تسبيح وقع في الكون. ودي عقيدة التجانية، ما يكذبوا عليك ولا يلعبوا عليك، دي عقيدتهم، إنه صلاة الفاتح أفضل من القرآن. وعندهم جوهرة الكمال دي، قال لك لو داير تقرأ ما بتنفع فيها الطهارة الترابية، يعني أفضل من الصلاة الفريضة. قال لك لو داير تقرأ جوهرة الكمال لابد من الطهارة المائية. وقالوا زول لو داير يشوف النبي صلى الله عليه وسلم لابد تجيب لك سرير يشيل، قالوا يشيل 5 أو 6 نفر، انت واحمد التجاني والخلف الأربعة والنبي صلى الله عليه وسلم. ونايت النازل يا اخواننا ناس نصيحين. السبب بتاع الكلام ده الغلو، ده شغل النصارى الدايرين منا،
ناس كم بشر تجاني يتورطوا بشنو؟ يتورطوا بالغلو. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو، قال إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ما تغلو في بشر يا أخي. بجاية الختمية ديلة الاتحاد الديمقراطي 2006 تقريبا لما مات أحمد المرغني، العنقريب الشايلين فوقه ما خلوا فوقه ولا حبل، يتبركوا بالمرق ويتبركوا بالحبال ويتبركوا بالسعف، عرفتها؟ يتبركوا بحاجات كثيرة كويس. والتراب في القبة أظن اللي جابوا دور تاني شالوا كله فاتوا به. يا ناس ده شنو ده؟ فالشرك ده اللي بيورط الأمة ذاتها، الشرك ده كويس. وقس على ذلك، والله في عمايل البشر ديل قاعدين يعملوها يتحير منها إبليس ذاته. إبليس يا أخي جايبين مقطع واحد بعد ما يتوضأ وهو كمان نفسه مرتاحة ومنشرح، يتوضأ وخاط الطشط وما داير نقطة تمرق برا، وده شايلين الوضو. يا أخي والله كان شفت المشهد ده أظن 6 يوم ما تاكل. ما ممكن يا أخي تشرب لك وسخة بشر زي ده، أوسخ من الوسخ ذاته يشربوا فوقه. يا أخي على الأقل لو هو نظيف دي موية بتاع الذنوب، مش في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الزول لما يتوضأ الذنوب بتمرق؟ أهي أنت شربت جناء الفالح أنت ناقص، وكمان لما تشرب تشرب مصايب أبوك الشيخ؟ أبوك الشيخ ده بلاه متلتلة يا زول. فيا أخواننا والله نحن في جاهلية عظيمة، وده السبب اللي بيورط الناس. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي ضال المسلمين وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير.